بقيت عام 2018 بحصد بطولة جديدة. وأوضح الكابتن حسام البدري إلى أنه يسعى جاهدا مع الفريق للتغلب على كل الظروف المحيطة بالمباراة والتركيز في التسعين دقيقة فقط التي يخوضها الفريق بمباراة السوبر، أملا في تحقيق اللقب وتعويض إخفاق الموسم الماضي في عدم حصد لقب السوبر المصري. نتابع تصريحات الكابتن حسام البدري في سياق التقرير التالي. الحمد لله، اكيد فوزنا في مباراه الزمالك كان مهم جدا، وزي ما نقول طبعا واكدت هنيت اللعيبه على الفوز وعلى الثلاث نقاط المهمين، لكن زي ما انت بتقول بالظبط يعني بمجرد اما ابتدينا النهارده تاني يوم مباشره بعد المباراه كل تفكيرنا في مباراه السوبر، وصلنا هنا الامارات كل تركيزنا على المباراه المهمه اللي هي يعني مباراه بطوله ان شاء الله، وان شاء الله بتمنى من ربنا احنا نكون موفقين فيها ان شاء الله انا واللاعبين ان شاء الله وجاهز ان شاء الله. اكيد كل مباراه ليها ظروفها، لكن اكيد تفكيري في مباراه اخرى ما بيجيش الا لما بوصل لمرحله معينه، يمكن يعني بفضل الله يعني كنا موفقين امبارح و اما قربنا من نهايه المباراه بالفعل. طبعا كان تغيير عبد الله السعيد مرتبط باشياء كثيره، مرتبط طبعا بتغيير في الملعب لصالح الفرقه، لان عبد الله ادى دوره بشكل مميز جدا في الشوط الاولاني، وشفنا كان سبب من الاسباب طبعا في ضربه الجزاء كمان لعلي معلول، الباص اللي هو عمله بشكل مميز جدا وهو اللي نفذ ضربه الجزاء، وغير كده طبعا برضو مواقف كثيره في الملعب امبارح هو وزملائه كان ليه اثر ايجابي. طبعا عبد الله لاعب مهم جدا، لكن بقول التغيير بتاعه خاص زي ما انت بتقول للتعامل مع المباراه، وفي نفس الوقت اما قربنا من الفوز امبارح طبعا كان في تفكير طبعا ان انا اريح عبد الله وتفكيرا في مباراه السوبر ان شاء الله. اكيد من النهارده بنفكر، ومن النهارده بفكر وانا جاي في الطياره بفكر وبنحضر واللعيبه كلها مركزه ان شاء الله باذن الله، بس نبقى موفقين باذن الله وتبقى ان شاء الله دي اول بطوله لجماهير النادي الاهلي. بتمنى ان شاء الله ان تبقى اول بطوله في العام الجديد للنادي الاهلي وجماهيره ان شاء الله.